السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه كامبانايز، هو ماشي بفكرة الكامبين. فأول حاجة بقول له مثلا عايز الفيرست بورد بتاعتي هتبقى اسمها مثلا تيم، وبعد كده بيقول لي الريت بتاع اللين اجايل اكسبيرينس اللي عندك. اقول له مثلا احنا مبتدئين، البروجكت الموجود اقول لكم مثلا بروجكت اكس، توصف الليدر ماشي، وات ورك ايتم اقول لكم مثلا تيست، بيقول لك انت عايز كامبن فيو ولا تايم بالشكل دوت. انجليش هو يبدأ يعمل البورد بتاعتنا، بحيث ان احنا بنعمل المهام اللي احنا ناويين ان احنا نعملها، وبعد كده المهام الان بروجريس، وبعد كده المهام اللي هي خلصت. ده الورك سبيس، تقدر تضيف واحدة جديدة. تعال نفتح الورك سبيس الأولية اللي احنا عملناها، هتبقى بالشكل دوت. دي الحاجات اللي هي ريكويست المطلوب مننا، دي الحاجات اللي ان بروجريس، دي الحاجات اللي دان. فاي واحدة تقدر تسحبها وتحطها مثلا في ان بروجريس، ممكن تعمل شيلد ليها او تنقلها على دان لو هي خلصت. وهتلاقي هنا ان انت تقدر تتحكم في اللود، تتحكم في الواتش، تتحكم في ان انت تعمل لينك، تعمل تاج. تقدر ان انت تيجي على هنا تقدر تسحبها تقول مثلا انها دان. ممكن تبدأ تسحب التيست ديت تقول له انها ان بروجريس، تمام. وممكن بعد ما تخلص خالص تروح قايل له انها دان وتنقلها على الدان بحيث انها تبقى خلصت. وتقدر كل ما تدوس هنا تقدر تشوف الخصائص بتاعتها زي السب تاسك او الكومنت او الهيستوري او الماتريكس او اللينكس، كل الخصائص موجوده. وتقدر تقول له انها اركايف، انها خلصت، او تعملها كوبي، او تعملها لوج تايم. طب ممكن تعمل هنا كريت نيو وتبدا تسميها اي اسم، ودي تقدر برضو تيجي هنا وتقول له انها دان مثلا لما تخلص، بحيث انها تتنقل لهنا.